للأزواج فقط. هدية. وي سي مومو صباح كلشي بخير صباح الحمد لله نقدم لك السي عزيز حبيبي مرحبا السي عزيز كلشي بخير السي عزيز الله يبارك فيك سي مومو الله يجازيك بخير ايوا سيدي دابا السيده هادي من بعد 21 عام تبارك الله وصلى على النبي ديال الزواج والعشره باغا تجربك الحمد لله واخا مرحبا وكيفاش تلاقيتو تحبيتو تزوجتو حيت فاش تزوجتو نتوما ما كانش فيسبوك لا 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 ما كانش فيسبوك بعدا احنا ديجا احنا قرينا مع بعضنا في الكوليج ولكن ديك لاباس لاباس ما عمره ما طاحت عليا اننا واحد النهار غادي نتزوجوا لانه هو تاكوتي بزاف وانا فيا الهضره بزاف فعليك مرة العمل اللي تبعه في اللوك وش تفاجأ كيفاش بادية غادي تزوج بعزيز عزيز غادي تزوج بادية زعما شي حاجة اللي هي ما تخوش العقل جات مغربة دائما أنا نحيحة ودائما هو ساكوتي وطبعه هيدك ايوه ما كاين مشكلة وانت ما تلاقينا بغيت نشري الصباط ايه ايوه انت كنشوف حبيبي قبلتي ديك السلام عليكم صدقنا مجوجين والله يكمل عليكم بالخير يا لالا يا ربي يا ملا حظك ويجزيك اخي بوبو الله يكمل بالخير يا مهدي يا لالا الحاجه اللي ما كتعجبش مهدي ما كتعجبهاش في الدار ما كتبغيش ديرها هي كدير الطياب سيدي برافو برافو عرفتي علاش يا مومو علاش لانه هو كيعجبو يطيب احسن مني ها داكشي علاش زوينه هادي نتوما مساجمين متكاملين نتوما كتكملوا بعضياتكم الدوله اللي بغات تمشي لها تركيا برافو ضروري ان شاء الله بحول الله ان شاء الله ان شاء الله بحول الله ان شاء الله البرج ديالها برج الميزان كاينه بالانس سيم زين مديا السي عزيز كيجاوب بشوية لا هو هيدا كلمة واحدة لا شحال كتلبس في رجليها 41 كاينة برافو الرياضة اللي عزيز عليها لا مارش كاينة برافو يا سلام بكل هدوء السي عزيز بكل هدوء غادي مزيان دقة اللون اللي ما كيعجبهاش لون حمار حمار ما كاينش تردد مهدي ما كاينش تردد لبنى بغات تجربك ياسين واش كتعرفها مزيان بعد عامين ديال الزواج ونقولوا زوينا انه غيتعفى من الكادو ديال عيد ميلادي الى جاوب على الاجوبه كلهم جاوبوا صح كلهم الزواج ولا ما جاوبش ولا ما جاوبش غنختاروا بيديه هادشي اللي كاين ركز دابا من بعد ترتاح ان شاء الله لبنى سيدي سولنا على الحاجه اللي ما كتبغيش ديرها مرتك في المسائل ديال الدار في الشقه ديال الدار واحد الحاجه ما كتبغيش ديرها شنو هي الحاجه الوحيده اللي ما كتبغيش دير هي وما كتحملهاش ومضاربه معايا ديما عليها هي لابيس ما كتبغيش تغسل الماء برافو غسل الماء والله يسهل الامور ان شاء الله وتاخذوا داك لافيسيل اللهم امين اللهم هو الكادو ديال عيد ميلاد حتى نتمنى لافيسيل حيدنا فيه 10% كضيع الماء كضيع لا بالعكس شنو هو النشاط اللي عزيز على مرتك ياسين؟ هو عزيز على غير التلفازه كتبغي تتفرج هادشي اللي كاين برافو عليك خصوصا الافلام انت يا لبنى اول مرة عزيزة تفرج في الافلام ما عجيش لا شوبينغ لا سفر لا والو لا خروج لا والو شحال كتلبس في رجليها؟ كتلبس 130 برافو 130 130 الممثل الكوميدي اللي عزيز عليها اها كوميدي لا الكوميك ما نقدرش نفيد اشرب عليها حسن فت هي هذيك برافو اه يا ربي شات لافيسيل شات لافيسيل شات الموسيقى اللي عزيز عليها الموسيقى اللي عزيز عليها الموسيقى الإسبانية والهنديه الهنديه اكثر هي برافو 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 واو 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 حافظك ما الماكلة اللي عزيزة عليها الماكلة اللي عزيزة عليها شو نقولك أخويا مومو هي كتاكل كل شيء مي واحد الحاجة اللي عزيزة عليها وديما كتذكرها ولكن عمري ما كليتها معاها ماما طيبة صح سخينة سخينة نار السبس برافو بنينا السخينة بنينا بنينة بزاف ماما الله يرحمها كانت تصايبها لي الغالب والله دابا ماما الله يرحمها الماكلة ما عندناش معاها
لا بيسه هي كتاكل كل شيء. هي ولكن ما عندهاش معاه بزاف هي الحمراء ما كتحملوش. تيلي خصك شي لي لا فيسيل ماشي هو الله يرحم الله شحال جاوب صحيح بون انستون الا كنا حسبنا هذا راه 10 10 على 10 اكزاكتو 10 على 10 سيدي 10 تول 10 تول كادو مشى صافي الله ياسين تحياتي ياك صافي تجربه الكوبل للازواج فقط نور الدين شخبارك تبيان بارك الله فيك مومو نقدم لك واحد السيده اللي مجوج بها 10 سنين هذه 10 سنين لا جار وي تيدي وي مومو مالكم حيت دور ديك 10 سنين قال لي 10 سنين 10 سنين مفقوس مفقوس مومو اخويا ما قلتش عقد الزواج ما كاينش هذا الدوسان ديال جديدتي لا لا واش انت بادي الكوبل بحال هكذا ما كايناش وبعد 10 سنوات هاجر بغى يجربك مرحبا إذا جات 7 سور 10 عندها 1 كادو جات 8 عندها 2 جات 9 عندها 3 جات 10 عندها 4 إذا جات موان دو 7 ستعطيني 5 كادو إذا ما فيت با تغيتيري دابا لا جدام جدام سولنا نور الدين الحاجة اللي ما كيبغيش يديرها هو ما كيبغيش يديرها يطوي الحوايج ديالو ما كيطويش حوايج ما كيطويش حوايج خطأ ما كيبغيش يتسخر هو داكور باقي باش يطول الحوايج الرجال كاملين تقدر مشي نكون قاعد كنتفرج نور الدين عافاك شوف معاك هذه ولا شوف معاك لي زونفون هذيك جينا بريسون كديرها بالعاني كتجيك في الوقت الغير مناسب ما كتبش بصح واخا الدوله اللي باغي يمشي لها يزورها جينيرالمون لي فيلم اللي كنتفرج فيهم لا صراحه هذه ما شديتهاش ما بغيتش ما كيبوش شحال بقاو جوج كادويات دابا بقاو جوج كادويات ياك دابا شحال زكرا جوج بنيت 8 نقاط مع الماكسيموم غادي يجيب 8 بقاو جوج كادويات واخا راك غدا مزيانه اجر زينه وكنقربوا قلتي 5 نور دي 5 الكادويات ليك انت الا جبت 5 ما دو 7 يعني 6 جبت 6 واخا شحال كيلبس في رجليه شحال كيلبس في رجليه 42 واخا اخيرا دابا عاوتاني دابا السسبانس دابا ديال كادو ماشي كادو اللون ما كيعجبوش اللون صفر ما كيعجبوش المارون القهوي بقى كادو واحد دابا كادو واحد الا جاوبتي على الاسئله صحيحه كلها بقى كادو واحد الا زقلتي وحده دابا نقدروا كاع نحبسوا الاسئله معناتها انه خمسه الكادويات فيه هو الممثل الكوميدي عزيز عليه الكوميك هادي الامام لا حسن الفد ولا لا دابا شحال دابا نوع الموسيقى العزيز عليه هو كيسمع الكاظم الساهر دونك الشرقيه برافو مزيان مزيان الحاجه اللي كتقلقوا فيك انتيا النقير برافو ما عرفتش اخويا نور الدين وصحتي واحد في هذا الجواب هذا ما تردداتش ما كانش تردد ما فكراش بزاف مومو شحال بقى كيسيون شحال واحد بقى واحد زاد نسى خمسه الكوري ديال سي بون هاد لا ديرنيير كيسيون هذاك ب 3 كاد يلا ندير واحد البونوس 3 كاد 3 كاد وخمسه ديال الكادو ديال اللي غتعطيك هي لا دوك انيلي لا 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 ماشي انيلي لما جاوبت انا غناخذ لي 5 انيلي تاخذ لي 3 الى جاوبت صحيح على السؤال كيتو دوبل واخا دير كيتو زعما بحال كيتو دوبل واخا ايوا يعني غادي نشحر معاك سالا 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 انا بغيت لك ثلاثه ديال الكادو اجار والله يلاه الله يكبر بك الماكله اللي عزيز عليه بالضبط اللحم بالبطاطا نعم برافو اللحم بالبطاطس بالبطاطا بطاطا 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 ثلاثه الكادويات ثلاثه ديال انا الكادويات عارفهم شنو هما نقولهم لها نوردين نقولهم لها ممكن نقول ثلاثه كيلو البطاطا صافي
شحال تاكل البطاطا؟ كل كيلو بوحدو في البابي كادو ديالو. هذا هو الكادو هذا. اش اللي كاين؟ المهم ولا جاي اش اللي كاين؟ المهم هو البابي كادو. خصك تكون البابي كادو. هاي تحل البابي كادو. نور الدين اش بتقول هاجر؟ Je l'aime, je l'aimerai pour toujours et bah je l'ai dit aussi que vous dites ça que puis voilà. الله يكملكم بالخير اخويا امين الله يكمل بالخير دوز معكم لقيتها زوينه واعره شكرا نور الدين شكرا هاجر ميرسي مرحبا الله يكملكم بالخير مومو ميرسي بوكو مرحبا لاله مرحبا مرحبا ديروا معنا الكوبل وتجربه الكوبل 0530300 0530300 للازواج فقط باي جام صباح الخير صباح النور كلشي بخير اخويا الحمد لله وانت مازال ديال كلشي مزيان كلشي بخير اخويا الحمد لله الله يبارك فيك لاله سامح بونجور اخبارك لاباس عليك الحمد لله وانتم بخير الحمد لله اللهم عليك الحمد الحمد لله انتم مزوجين هذه 6 سنين وي 6 سنوات انتم جوليدات ايه وي هانتي دابا فاش قريتها قريتها بالمقلوب قريت مزوجين عامين عندكم 6 دراري ما قنية كيفاش تلاقيتو كيفاش تحبيتو كيفاش تزوجتو وقفة طويلة تعاودها ثمن عاودها صاحب وسكين ندير الزواج 18 عام 18 عام قلت لك كنت شديت وخرجت دابا وبيحلو على ربي السلام لقينا في تروفي حسن دو في 2004 ديال الجولف ديال التنس تنس وي كلوب امير يا مات ارازي العالميه كدا كدا واو هشام يا مات يا مات كريم العالمي كريم العالمي هشام ارازي يونس العناوي واو الايام يا ليام يا ليام يا ام اس ان وزيد على ام اس ان كنت كدوروا في راسكم على اليمين اليسار اليمين اليسار مع التنيسه حتى تلاقيتو حتى ضربت الكره في الفيلي وما يتشافوا في التلاقاو الله يكملكم بالخير الله يكمل بالخير هشام بغى يشربك بعد 6 سنوات من الزواج سامح ايه مرحبا شنو هي الحاجه اللي كتعذب هشام او فاش في الحياه عامه الحاجه يلا قول اللي صعيبه عليه صعيبه عليه كون لي بارون كيمرضوا ليه لا لا هو هو شاك جور زعما شاك جور هو 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 شاك جور الخدمه فايقه الصباح انا سلمت نا وين الفياق بكري الفياق اه هذا كيتسمى الجواب بزز لا الفياق انا حيت انا عارفه لي بارون عنده لا لا مرضو وعندك ديال كل صباح عندك الفياق الصحه وطول عمر الوالدين ان شاء الله يا ربي امين النشاط العزيز عليه باردون النشاط العزيز عليه الحاجه كيعزيز عليه يديرها في الحياه شنو هي بزاف الحوايج منذ ما عنده يتفرج في الكرة عنده شنو خرج الخروج الخروج واو واو ترى هشام صعيبة عليا كتجاوب بزز أجواء بزز عرفتي شو ستارتر كيقول لي عزيز عليه خرج مع صحابه يجمع في راس الدرب ايا الخوك ايا ياك عقل على هادشي عقل على هادشي عارفه عارفه البرج ديالو بس واش يا الله شي غادي دقه دقه انا غادي كريشندو كان ما عارفه والو بان حصلت في قلبي في صباط بحال كلبي بغيت نغش الشاق شحال كلبس في رجليه 42 اللون اللي ما كيعجبوش اللون اللي ما كيعجبوش الحمال برافو حيت رجاوي الممثل الكوميدي العزيز عليه عنده الفد اييه ويسار
قال لك والفد واحمد حلمي ياك احمد حلمي في المصريين متى صافي ما هو كان كونفيرمي عيشة كونفيرمي كونفيرمي نوع الموسيقى اللي عزيز عليه الراي داير فيك ما داير فيك الراي داير فيك شحال جاوب صحيح؟ سبعة كلشي صحيح واو شتي ها 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 سبحان الله العظيم هذه عرفتيها بالزربه عرفتيها قلتيها حضرنا على الصباح باقي جوج اسئله الماكله العزيزه على راجلك هشام سمح جوج برنيسات كاينه مسخه مسخه ياك والجواب الاخير لا هو يلا كمل 10 على 10 قلتي الماكلة اللي ما عندوش معها الماكلة اللي ما عندوش معها ما عندوش معها الحوت ثلاثة اها ما عندوش معها مع الكعاوي ما عندوش معها تسكي أباز الحمصة بالحليب داك الشيء هو قال لك ما عندوش مع الحوت اللي فيه الشوك اللي فيه الشوك هو لي بور دو تو كيكون لاطا الحوت لاطا مخروف والله خويا هشام انا راني بحالك انا راني بحالك واش كي واش كي واش كي شي حوت ما فيهش الشوك انا قاعد نشري بيت كملت واش على نار وكروفات لا كاين اللي خديت ما في في الليل مرمى في الليل كنا كنا قاعد داكشي ديما في الرايه قاعد داكشي ما فيه الشوك ناكلو داكشي اللي فيه الشوك رائع دابا لا ماشي هكذا دابا سامح خصك تفهمي هشام دابا هو عور عزيز عليه الحوت ولكن خصك تنقيه ليه باش خاصك نجيبو شي حاجه تنقي لينا بزوج 10 على 10 برافو هشام 10 على 10 برافو برافو 10 على 10 اش بتقول مرتك هشام سلام ميرسي بوكو خويا مومو سي جونتي و واش نقولوا لها جو تام ياك جولاب بينك وبينا بيناتكم يا بيضاوة ميرسي بوكو خويا مومو الله يكملكم بخير اخويا كوزا معكم بقيتها زوينة واعرة وتوب شكرا 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 لكم ميرسي مومو شكرا شكرا مرحبا شكرا شكرا لكاع الازواج اللي كيدوزوا معنا في تجربه الكوبل حتى نتوما ديروا معنا تجربه الكوبل ندوزوا بقيتها واعره 05 30 300 300 سيداتي انساتي وسادتي الكوبل وتجربه الكوبل مرحبا بالجميع ديروا معنا الكوبل 05 30 300 300 05 30 300 300 مرحبا ساره اخبارك الله يبارك فيك خويا مومو كي داير لاباس الحمد لله كلشي بخير صباح الخير راجلك اسماعيل هو معنا اسماعيل اخبارك لاباس الله يبارك فيك اخي مومو كي داير لاباس كلشي بخير اخويا كلشي بخير اسماعيل يعطيك الصحة المباركة هذيك الله يبارك فيك حبيبي انتم زوجين هذه 8 سنين تزوج شوف اش كانت عندكم جوجكم 20 عام تقريبا مزيان مزيان الله يكبر خير كيفاش تلاقيتوا كيفاش تزوجتوا تلاقينا في جوج جوج واحد يبدا واحد يكمل طريق الفيسبوك وكنت سنيت تتكونيكت هذيك الساعة وكنت نعرف بنت خالتها صافي من تما بدات القصة ديالنا الله يكمل لكم بالخير وبغيتو تزوجو نتوما صغار داكشي اللي كاين الله يكمل بالخير عندكم ثلاثة الوليدات ثلاثة الوليدات عندنا واحد البنية وتوامة وليد وبنية والله يصلح يا سيدي الله يكبرهم في عزكم ان شاء الله تشوفهم كيفما بغيتو والسارة بعد 8 سنين ديال الزواج بغات تجربك اخويا اسماعيل مرحبا بغات تعرف واش كتعرفها مزيان وعيشي شوية وكان البداية هذه ما زوينهاش البداية ما تعجبش صار ما تعجبهاش ايوا الا كنت لا لا غادي يكون خير ان شاء الله يكون خير يكون خير يكون خير يكون خير اسماعيل سولنا مرتك ساره على الحاجه اللي كتعذبها اللي صعيبه عليها كديرها وكاين صعيب عليها في الحياه شنو هي؟ هي تدير الصراحه بزاف الحوايج صعب عليها احنا تنحاولوا ندوزوا ليها شويه بشويه يا بعدا ما تحسبش بكري هذه نهائيا الفياق بكري هذه كاينه يا هذيك اخويا الفياق بكري البدايه بعدا زوينا البدايه بدايه مقاده بدايه موفقه وليت تنفيق بوحدي ما كاين مشكل ما كاين مشكل كل واحد الريتم ديالو والنعاس ديالو ما كاين مشكل
شنو النشاط اللي كتبغي اللي عزيز عليها عزيز على مراتك ساره؟ كيفاش النشاط؟ زعما شي حاجه كتبغي ديرها حياة حاجه عزيزه عليا نبقى نديرها، شي حاجه اللي ديما كان اللي كتقول لي يلاه نديروها كنكون فرحانه. حتى اخويا اسماعيل سولتيني كيفاش النشاط ديال كيفاش النشاط كيفاش كتنشط بلا كيفاش عندي بزاف النشاطات داكشي اللي ديري كيفاش النشاط الانشطه وقيلا الا ما خصني نكذب هي الفراجه تفرج بالليل والتلفازه ملي كينعسوا الدراري ونعسوا كاملين. قالت لك هي لا قالت لك هي الخروج الويكاند والعزيز عليها والنشاط العزيز عليها. البرج ديالها شناهو؟ البرج باين البرج تاع الحوت. الحوت حوت كاينه برافو اسماعيل. الحيوان اللي عزيز عليها؟ والصراحه طلع كاع الحيوانات زوينين. لا لا عرفتي شنو شي شي كلب ولا ما عرفتش شي كلب واحد شي كلب واخا كبير كبير الحيوان اللي عزيز على شي كلب لا هي طالع فوق كينزل كاع ما بقات تزيد ليا هي بزز باش زيدتها بغيت تاخذو شفتو عند واحد السيده تما حنينه حنينه قاتها عليه حنينه شحال كتلبس في رجليها؟ هي قل مني بشي نميرة 38 كاينة برافو برافو. الرياضة المفضلة عندها شناهي؟ صراحة الله هي ما تضعف حتى شي رياضة ما عنديش مع الرياضة هي تدير دايرين واحد الكلوب ولكن تتمشي للكارديو كاينة برافو كاينة وي العشية لا سيربريز لا سيربريز غادي كتقاد راك غادي كتقاد لا سيربريز مزيان اللون اللي ما كيعجبهاش شناهو؟ واحد اللون ما تيعجبهاش هو المطار صار بحال هكا اي مطار برافو وي مطار فاش كاينه فرتيها لا سيربريز راه قاعده غادي كتقاد شحال من جواب صحيح دابا دابا عنده 6 صحاح 6 واحد خطا باقي لك 3 وي مزيانه غيكون خير. الحاجه اللي كتقلقها فيك اللي كتقلق مراتك ساره فيك انت اسماعيل؟ واهي البارح فاش بيت الناس تقلقات عليا على قبلها غير البارح علاش؟ كنت هز التليفون وهي جالسه حدايا هي هادي يا ساره ماشي هي التليفون عندي معاه مشكل التليفون عامة التليفون حتى قال لك حتى السيدي حتى من الناحيه ديال كتقطع عليها في التليفون اييه ملي تكون في الخدمه مع الباترون ولا شي حاجه تنقطع عليها في الخدمه ما تنجاوبهاش احتراما للشخص اللي معايا هما اللي قطعها كتجي هي انت ما كتجاوبهاش كاع كتقطع ياك لا تنقطع لا نوبه تنقطع عليها وبعد نوبه تنجي ليه سيلونس ودير غادي ليه سيلونس القطعه شويه شويه قاصحه هذيك القطعه ندير سيلونس من بعد تنعيط لها واخا كيكون عندي شي ميساج اورجون خاصني نقول له ديك الساعه هو كيقطع حتى كدوز هذيك الحاجه ايوا صيفطي عاد تعيط ليا صيفطي واتساب صيفطي ميساج فوالا ميساج مزيان كيجبد التليفون وكاع مسامحه ما كاين مشكل. الماكله اللي عزيزه عليها؟ الماكله اللي عزيزه عليها هذاك النهار ديال الكلب ديال العيط كي راه عقلت عليها الشوا والكفته وهذاك نتاع قلت لك هي الطاكوس 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 بقى السؤال الاخر سؤال واحد الماكله اللي ما عندهاش معاها باينه هذيك اللي تيقولوا لها ما عطاتش ديك السميه هذا بحال الشعريه هي طويله السفه ولا ما عجبكش بحال هكا فيها السكر والقرفه مرحبا لك السفه وضد القرفه 8 عنده 8 8 على 10 8 على 10 ساره شنو تقولي لراجلك اسماعيل زوينه صافي حتى انا غندير لي بلا سوربريز 8 من 10 كانت غتكون 10 10 ولكن غندير 8 المهم لا سوربريز شوف لا سوربريز فيها 8 جون ماشي اللي كاين غنطق لها شي اغنيه تاع 8 الله يكملكم الخير اخويا امين شكرا مرحبا لكم راني من وشاكم بادياتكم يا مدى اللي تي يلا حبيبتك اخويا شكرا بزاف اخويا مشرفين اخويا شكرا بزاف سي مومو مرحبا دوز معكم بقيتها زوينه في الكوبل ديروا معنا انتم الكوبل 05 30 300 300 05 30 300 300